chez elle, qui dérive. Là, vous allez quoi, quand tu vas courir? Non, quand on blow, on tire ce que tu sais. Mais il y a un autre. جينا نديرو لي سولد اوت ثاني. ساعدني عامره. عامره 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 ديري يدي باش ما تبانش واحد البنت موريا. واه الصف خصك تبقاي في 20 دقيقة. البنات دخلت البريمور حق هاد الزيف اللي تسولوني عليه من دانيا شوب راكم عارفين. دخلت البريمور ناخذ هاد شي حوايج خاصني ديال البارافارماسيا وشي حاجة ديال المكياج كما كتعرفوا هنا ديما كيكون الأثمنة مناسبة مقارنة مع البارافارماسيا والمحلات الآخرين. المهم البنات عرفتوا كاينة الكولا كلشي في كلشي فين ما مشيت كولا 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 اوف دابا تنتسناو تاني باش نخلص أنا بريمور. كيقولوا لي كديوم يعني على برا كاين سوسي ديال اسبانيا كتقولوا لي على لي بارفان كاين كاين ارخص بلاصه هي بريما. شفتو كاع لي هاد لي كوفر هادو كيكونوا رخاص في الثمن. بريما كوبر لي هاد القمح كنوريهم لكم زوين واحد اللون كيحمق بحال واحد الغوز. وكاين عاوتاني هاد السلاوله هاد الستيل هذا تابعو كاع باللوان دايرين 12 اورو 42 انا بغيت نزادها ولكن ما عرفت ما متاكداش كاين كاع فهاد الالوان بحال هذا اللي هزيت انا هاد الغوز ايه هذا اللي شويه بحال اللون ديال الزيوف اللي كنبيع تقدر تاخذ يمكن انا غناخذ هذا عجبني هاد السلوى يمكن ما عرفتش المهم ندير ان شاء الله في هاد البلوك نجمع لكم داكشي اللي خديت ديك المره وهاد المره نوري لكم دانيا كاسيسو دينوس هاو ريو ديري ديري البنات ووو البنات اليوم انا ودانيا لبسنا بحال بحال شوف مشات مشات اشنو كسيس توم شوف دانيا قشعه دابا مخشي وسط وسط الوسايد كاين اش كديري؟ مالو ميت؟ ها؟ مالو ميت؟ ديري ليه مصال؟ صافي حنا جينا باش نريحو بنتي ونلعبو سي نوضي يلا انا جيت بلاصه الماكياج كنقلب على هادو حقاش ان شاء الله غندير لكم توتوريال ديال الماكياج وبغيت هادو ضروري باش نجمع بهم شعري ونديرو فوق الزيف ما يتوسخش ليا الزيف ولقيتهم دايرين جوج اورو سي هادو البنات السي كان جابوهم جداد ما عمري شفتهم هنا في ليمان سالينا في شوبينغ ودابا جينا نهزو حوايجنا عرفتي ديما كنصور واش كاين هاد الطاكيات هنا وكنبقى نضرب الحوايج والبلاستيكات دابا اليوم تفكرت قلت غنمشي غنحط كلشي هنايا ونتهنى من الثقل قول السلام بنات قبل ما قلتي لهم السلام اليوم سلام كبرتي كبر لك الشان المهم صافي حنا جينا نهزو حوايجنا وغادي نمشيو بحالنا ومن بعد ديك الساعه كما قلت لكم نيت في هذا الفلوق غادي نوريكم شنو تقديت عزيزي صندوق مرتي عامر 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 بزب زب 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 المهم ندير التليفون هكا باش ما يبان حتى واحد قلت لكم وسي كاين اللي صولت في بعض المحلات المهم دابا نوريكم داك الشيء اللي شريت وكاين 50% 30% على حسب كل بلاصه وشنو دابا نوريكم شنو شريت ان شاء الله دابا كما قلت لكم انا غادي للدار كنا كنقلبوا على انوار لحقاش مشى خرج من الباب الاخر ولقيناه وصافي حنا دابا غاديين الى البيت يمكن غادي للدار ما قلت لكمش رجعت انا وماما وخوتي انا خرجنا من سنتر كوميرسيال عرفت الصهد وخصوصا بريمارك عرفتي تخنق ضرني راسي جدتني الشقيقه جدتني اوف المهم سخفت صافي صحوتي العزاز كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا نو كان دابلو يو انت خصك تسكتي مي هضر انا خصك تسكتي انا كابيسا من هكا عنوان تكون يا صاحبي شاكابو اه وزعما ندير هنا ودانيا بنادي سلام صحوتي العزاز كيف دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم على خير يلا قولي يا مدرسة يا بلاد سلام عليكم وحلو صافي شريتي تشوتيس كتي ومتي وانوار صافي شريتي تشوتيس كتي ومتي وانوار دابا خسر ولا واش نشرينا بالي مامي بربرا تنقولو بالسلام بغيتي نقولو بالسلام سلام صحاب العزاز كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير المهم الفيديو ديال اليوم غندير لكم فيديو هول انا ودانيا نوريكم شنو شرينا هذيك المره البنات واش مشيت المهم بنات انا غندير دانيا تفرج في الراس وما حقاش ما تخلينيش نبين لكم واش خاطري المهم بنات انا جيت للدار وجيت نوريكم الحوايج هنايا باش يبان لكم مزيان لحقاش نوريكم لكم تحضوا شويه قليل وما غايبان لكمش الالوان وما غايبانش لكم التوه هذاك هذاك علاش لا يكون هذا اصلا ميني فلوغ زائد هول يعني يجي بحال هكا مخلط داكشي
مهم فهاد لي سورد هادو الصراحه ما تقدتش بزاف ديال الحاجات ديال البنات بالحق حتى علاش نشاركوا معكم تقدروا تستافدوا تقدروا تستافدوا من هادشي ونبداو اول حاجه نبداو بريمارك لقاش شيت كمية شويه من الحاجه من كل مكان مهم بريمارك البنات شيت من هاد السوبيت مات ولا ما عرفتش سميتهم اللي كتلبسهم تحت الحوايج كيجي فيهم بحال انكافي هنايا هما ديال القطن داك القطن زعما زوين وغليظ ديما كناخذو من عندهم كيصقوا لي زوينين خصوصا هادو اللي كيكون فيهم هاد الانكافي المهم هادو دايرين 3 اورو خديت وحده بالكري بالابيض وبالكحل هادو هما الاول اللي كانوا عندهم البنات ومنيت من عندهم خديت هذا اللي كتوريتكم نيت في الفلوق على حسب كما قلت لكم ان شاء الله ديما كنقول لكم هذوك الفيديوهات باقي ما كتبش ديال زعما نوريكم بحال هكا كيفاش نديروا مثلا كيما انا كندير ماكياج لحقاش انا كما قلت لكم مقريش على الماكياج ولكن نشارك معكم كيفاش كندير الايلاينات كيفاش كندير فوندو تان بعد النصائح يقدروا فيديوكم كيما انا استفدت منهم شحال هذا مهم لهذا قلت علاش لا غناخذ هذه العيبه كلشي اللي كيدير ماكياج عنده انا صراحه علاش بغيتها لان باش على الزيف ما كنحبش ملي كنكون ندير ماكياج كنحس ب منعرف كنحس ب بالبقصه ملي كنكون ندير بيوتي بلندر وكنقيس هنا لحقاش شحال مره جربت قلت نشوف نجرب ندير ماكياج بالزيف كيفاش غنحس وما كنقدش صراحه ما عرفت نحس بحال شي حاجه في الداخل ديالي ما كتقبلش ليا هاد القضيه اللي نبقى ندير ماكياج وتقاس لي الزيف من هنا بالماكياج هي اكيد غيتقاس واحد شويه ولكن لهذا قلت علاش لا ناخذ هاد العيبه هادي ونبقى ندير من هنا فوق الزيف بعدا الا تقاس هي ولا تبقى شويه من هنا ولا نحاول نبعد الزيت يعني شويه لهي وصافي المهم قلت ناخذها وديك الساعه نجرب بها المكياج نشوف واش غنقدر ديك الساعه ان شاء الله نبقى نشارك معكم بحال هكا كيف طريقه وضع المكياج ولا شي لوك ولا شي لعبه في الانستغرام وحتى في اليوتيوب وهذه البنات دايره جوج اورو واخر حاجه خديتها من بريمارك هي هذا السروال هذا هادشي اللي خديت اليوم ومن بعد نوريكم حتى شنو خديت ديك النهار اللي هجلت لكم نيت البلوك مهم السروال جا بحال هكا كيجي فيه لاستيك هنا من اللور كيعجبوني كيكون فيهم لاستيك لانهم كيكونوا مريحين في اللبسه صراحه كيقولوش مزيرين عليك وصافي من هنا كتجي هاد السميطه والتوب ديالو واعر واعر البنات اللون تا هو كيحمق كاينين اربعه الالوان كيف ما شفتوهم انا وريتهم لكم في الفلوغ وصراحه الالوان كاملين زوينين ولكن هذا تا هو دارج بزاف على الموضه كنظن ليها في دنيا شوب كنجيب واحد الزيف نفس هذا اللون هذا النيت وبغيت نقول لكم علاش قلت لكم ملي كان في الفلوغ يعني قبل ولكن ما عرفتش سمعتوني هاد الزيف اللي دايره راه من دنيا شوب لحقاش كتسولوني ديما على الزيف الزيوفه اللي كندير بالحق هذا ديال اليوم راه من دنيا شوب فاش نكون دايره شي واحد من دنيا شوب راه نقول لكم ان شاء الله وصافي كيف ما قلت لكم خديت 42 والثمن ديالو كان 12 اورو ما فيه لا لي سولد لا والو كما كتعرفوا بريمارك ما كيديروش لي سولد اللي كيقول كيدير بريمارك لي سولد كيكذب عليك خصوصا هنا بعدا انا بريمارك اللي كنمشي اليوم هنايا ما كيديروش لي سولد ديما في لي سولد كنمشي كنلقاهم نفس الشيء شي حاجات كيكونوا عندهم صافي زعما بغاو يجيبوا كوليكسيون جديده كيخرجوهم يديروا لهم لي سولد ديما كيف لي سولد كيف لا لي سولد يعني ماشي من الضروري ملحقهم ما تيديروش بحال مثل المحلات نص المحل دايرين فيه التخفيضات ونص لا يعني غير بعض الحاجات وصافي ماشي بحال المحلات اخرى يعني شوفي مثلا هذا السروال هذا اصلا ثمنه يعني 12 اورو حقيقي يعني ما عندهم زعما ما يحتاج اصلا يخفضوا منه راه ثمنه مناسب والتوب ديالو واعر زعما ماشي تقولوا 12 اورو راه التوب خايب نو سينو زوين مريح عرفتي نفس الصفه البنات اكثر سراول كنلقى فيهم راحتي هما هادو لهذا خديت منهم وباقي غادي ناخذ منهم تقريبا كاع الالوان اللي كيعجبوني باش في الصيف ان شاء الله ما نوحلش فيهم لانه في الصيف اصلا ما كنلقاهمش لانه هنا في الصيف كتلقاي غير من الشورطات غير الميني فالدا خصوصا في المحلات وهادو كيجيبوهم بزاف فصل الرابع ودابا لي سولد لهذا منك كنتو باغينهم في الصيف غير شريوهم دابا ولا فصل الرابع من بعد الصيف راه محرج تلقاهم لهذا قلت علاش ناخذ هذا اللون هذا علاش لا قلت لكم علاش لا المهم علاش لا خديت هذا اللون هذا وصافي نشوف ديك الساعه تقياس باقي ما قيستش يمكن يجي قدي لحقاش انا من النوع اللي كنشوف الحاجه وكنقول غادي تجي قدي ماشي ديما ولكن اغلبيه المرات صافي غنوريكم دابا شنو خديت من بيرسكا خديت حتى البيرسكا بالنسبه للبنات كتسولوني ديما في الانستغرام في البريفي كتهضر على وطاك ملي كتشري دوك التريكوات اللي كتلبسي تحت القوام ديال الجين كما كتعرفوا انا في الصيف اغلبيه المرات كنلبس شي قميجه مفتوحه مع التريكو بحال هكا نصكم انا اغلبيه المرات خصوصا مؤخرا تحت على واحد الفكره كنمشي للبلاصه ديال الرجال في لي سولد وكنشوف هاد التريكوات هادو ولا هاد سي التريكوات نصكم ديال القطن نصكم التريكوات نصكم ديال القطن المهم كنشوفهم وكنمشي كنهز الطايه كبيره كنهز الاكس ال ولا الاكس اكس ال المهم على حسب كما كيقول لك عينك ميزانك كنشوف داكشي انا كيفاش عجبني كيفاش باش يجيني يعني واسع وكناخذهم من تما وكنلقاهم ديما طوالين وكيجيني واسعين في الصيف كينفعوني عرفتي البنات كلبسهم مع قميجه ديال الجين ولا قميجه عاديه صافي كيجي لك يعني سبور زوين مريح وصافي لهذا مشيت هاد المره ثاني نشوف فيك ما لقاش شي حاجه ولقيت هادو عجبوني الصراحه كانوا عندهم بزاف ديال الالوان كما قلت لكم بيرسكا لقيتهم بزاف ديال الالوان وعجبني هاد اللون كما قلت لكم هاد اللون هذا
هو ماشي بحال هذا غير هو ما نعرف نفس الدرجات يمكن ديال هذا. عجبني بزاف الوقت ديالو واحد الوقت اللي هو غليود يعني تقدر تلبسيه حتى في الصيف هكا مع شي حاجه خفيفه. المهم زوين عجبني انا كنت نبقى هكا نلبسو مع شي سروال ديال التوب كحال نخشيه وسطو مع سبرديله بيضاء مع شي بلايزر كحله. المهم تندير شي لوك ان شاء الله وغادي تشوفوه وصافي. وهذا الثمن ديالو كان رخيص بزاف كان البنت ما عرفش شحال كان داير بالحق. انا خديت الال وكنخديته ب 3 اورو 2 اورو 99 وكما كتشوفوا كيجواز عليك هو سيره قصير غير هو علاش عجبني الكول واللون. الكول كما قلت لكم مثلا ان شاء الله في الصيف ملي كندير الزيف ولا في فصل الربيع شي مرات ملي كيكون التريكو شي مفتوحين من هنايا والبليزر كيطيرها البرد كيكون يبان ليا اللحم وداك الشيء. لهذا بحال هذا الشيء اللي كنلبسه وكنرتاح لانه كيكون الكول مجموع والزيف صافي كيغطي. لهذا خديت هذا وكما قلت لكم راه كاين في المطار ديما كنمشي لولا كنتو مهتمين. وحاجه اخرى اللي خديت بحال البنات ما كاينش في لي سولد في بيرسكانيت هو هذا السروال هذا ديال ستيل موم جينز محمقه عليهم هاد الموم جينز مش حال وانا باغاهم باقي ما لقيتش البنات شي بلاصه اللي نقولوا تيبيعوا الطايه ديالي اللي يجوني واسعين ويجوني زوينين ما يجونش عندك شي كما شفتوا في الفيديو ديال شي اللي قلت لكم الضحك السروال اللي خديت بغيت حاجه تكون يعني قدي وفي نفس الوقت واسع ما عرفتش فهمتوني كيف ما هما كيجيو الموديل كيفاش كتلبسوا كيجيها يعني من هنا واسع يعني ما كيبينش كاع التفاصيل ديال الجسم وهادشي اللي بغيت. المهم خديت انا 42 باقي ما قيستوش كنظن غيجي قدي والله اعلم شي مره ثاني كما قلت لكم خصوصا في هاد الموم جينز كيبان لي حاجه تجي قدي وفي الاخر ما كيجيش قدي. لهذا خديت اكبر اللي كاين عندهم اكبر طايه هي 42 كانت عندهم وكان عندهم الجينات في الكحال في الازرق بارد والازرق مغلوق وما عرفتش كان شي لون اخر ودايرين 20 اورو كيف ما قلت لكم هادو في نيو كوليكسيون راه تلقاهم اونلاين تلقاهم باقي عندهم في المحلات وكلشي. وديك الساعه ان شاء الله الا جا قدي راه غادي تشوفوا شي لوك ولا غنقيسوا ولا المهم غنقيس هادشي غير كنوريكم فاش عجبتكم شي حاجه تمشيو تلقاوها باقا في المحلات. وباقي شريت حتى شي حاجه من بريمور اليوم ولكن دابا نوريهم لكم من بعد نوريكم داكشي شريت ديك المره. شريت هاد التاكيطه لدانيا على حسب الاونيفورم ديال المدرسه بهذا اللون وما عندهاش هي التاكيطه بهذا اللون وديما بغيت نشري شي وحده الحق ما لقيتهمش طوالي. مشيت لزهر حمقاتني وحده ولكن ما لقيتش الطايه ديالها اليوم سي اليوم فاش مشينا لقيناها ولكن صافي تصبت شريت لها هذه ولبساتها صافي ما نعاودش نشريها زعما وحده اخرى. شريت لي هذه بعدا كانت دايره 30 وخديتها ب 19 اورو يعني وفرت 10 اورو ولا 12 اورو صراحه شي حاجه مزيانه. المهم طويله سخونه غير هذيك اللي شفت زهر صراحه كانت احسن من هذه بواحد الحاجه هي انها فيها هنا بحال بوريغو يعني بحال الصوفا يعني سخونه بزاف على هذه وهي حتى هي الحق هذه كندير لها 25 ما ناقص ولكن ما كاينش بزاف ديال الفرق هي ما لقيتش الطايه صراحه واضطريت ناخذ لها هذه صراحه هذه كتجي في البصله زوينه كتجي طويله جات هي هذيك لانه يعني بالدنيا وحيت نلقى ليها الطايه ديالها صراحه وصافي زوينه كما قلت لكم 19 اورو حتى هي ثمن جد مناسب وكيجيو هنا البلاصه هذه مغلوقه من هنايا باش ما يدخلش لهم البريد وصافي ما عرفتش قلت زعما عجبتني ونتوما كي جاتكم زوينه. ودابا نوريكم شنو خديت نيت ديك المره فاش مشيت انا وانا نيت راه كنسجلت لكم بلوك خديت هذا السروال هذا من ستراديفاريوس هاكا ما كنخش سميت مزيان هي السروال اللي كيجي بحال هكا اللي هما فايت لي خديت واحد بالخزي من عندهم ضرب ليا صراحه وباقي عندي لحد الان يعني ما وقع لي حتى شي حاجه تقول له مشالي ولا نو غير هو الثوب مختلف بالحق ستين نفسه والثوب تا هو زوين كيجي بالازو كيجي بحال هكا وكيجي فيه تا هو لاستيك من هنا. وهذا البنات الطايه ديالو خديت ال وما عرفتش واش جي جديده ما نقيسو نقول لكم. وهذا كندير 20 اورو خديته ب 16 اورو صراحه الثمن تا هو جد مناسب وان شاء الله تا هو ندير به شي لوك راه غادي نوريه لكم اكيد ان شاء الله. اخر حاجه خديتها من ستراديفاريوس هي هاد البزيطين كان حماقه على البزاطم ديال ستراديفاريوس كيجيبو ستيلات واعرين وكلاس على حسب. وهذا في الصيف صراحه غزال انا كيعجبوني مؤخرا هاد البزاطم هكا يكونوا صغارين. المهم بلاصه الخيطه بلاصه لي كارت بلاصه البيات ديال الفلوس وبلاصه الصرف صراحه زوين الحجم ديالو معقول كما كتشوفوا ماشي شي حجم صغير ماشي شي حاجه كبيره. هذا كندير 8 اورو خديته ب 4 اورو وصراحه حمقني الويلات اللي فيه كما كتشوفوا جا بالماغو ولكن فيه دوك الويلات بحال هكا يعني في هاد فصل الربيع الصيف غيجي غزال وجا فيه بحال لي ستامبالو ديال الفاع كما كتشوف. او الحوايج اخر حاجه بالحوايج هي فيفتي فاكتوري المحل اللي كاين في اثيوبيا انا وريتكم في البلوك فين كاين كيجي الفوق يعني من على الدخله ديال اثيوبيا كتلقاوه هنيت على ايديكم هو اون فاصل اتش ام اي ديال الحوايج ديال الوليدات الصغار. وصافي خديت عندهم هاد السروال هذا حتى هما كانوا دايرين تخفيض الصراحه وكان عندهم هميزات لانه اصلا هادو باش عرفوا انهم كيبيعوا الهميزات البنات لانهم شوفوا كانوا دايرين هاد السروال هذا 50 اورو واحد لامارك سميتها ميلانو كان داير 50 اورو وداروا لي 10 اورو لهذا خديته باش نشوفوا شي يجي قدي لحقاش ما كنحمش نقيس الحوايج البنات ما كنحمش نقيسهم لهذا شي كلشي كنوريكم ما قيستوش وباقي لحد الان ما عطيتليش الفرصه نقيسهم كنت مشغوله مع دانيا شوب وداكشي.
المهم تواجه فيه لاستيك من هنايا لاستيك وفيه الحزام والستيل ديالو كيجي كلاس البنات كيحمق التوب ديالو غليود مقارنه مع الاخرين غليظ مقارنه مثلا مع ديال بريمارك هذا شويه غليظ مستيلي يعني الستيل ديالو عجبني بزاف 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 وخديته ان شاء الله كنتمنى غير يجي قدي والله لانه محمقني هذا السروال وكنظن صافي هادشي هو اللي خديت غندوز دابا لبريمور نوريكم شنو غندوز لبريمور بالنسبه لبريمور البنات كيعجبني ناخذ من داكشي ديال بارافارماسي ديما كنقول لكم راهم كيكونوا ناقصين مقارنه مع البارافارماسي والفارماسي هنايا المهم خديت مشيت صراحه على حساب هاد بيغمينتا كلار هادي ديال لارشي بوساي على حساب ليطاج اللي عندي في وجهي بغيت نجربها لحقاش بزاف ديال الناس هضروا لي عليها نوريها لكم عن قرب تشوفوها كتجي بحال هكا اللي فات لكم جربينها قولوا لي في التعليق المهم لهذاك علاش لا غنجربها الناس اللي جربوها هضروا عليا اللي عليها مزيان وسمعت انا بريمور هي ارخص بلاصه فين كاينه المهم الثمن ديالها 43 وفي بريمور دايرها 34.95 الثمن يعني معقول مقارنه مع الفارماسيه هنايا وصافي هنا كيقولوا بانهم زعما كتحيد زعما ليطاش لهذا غادي نجربها ان شاء الله هذه المده هذه قبل ما يدخل الحل ونشوف ونهضر لكم في شي فيديو خاص عليها واش بصح ولا لا يعني تجربتي الخاصه اكيد او على دخلت قلت علاش لا غندوز منها ناخذ جيل ديالي لحقاش ساله ديال ابي فيتا اللي كنت قلت لكم يلاه بديتو كنستعملو قربي سالي وصراحه النتيجه واو راه غنهضر لكم في شي فيديو غنبقى ندير لكم فيديوهات على المنتجات اللي كنجرب ان شاء الله باش نهضر لكم شنو لاحظت شنو عجبني شنو ما عجبنيش وانا نقول هاد المره غناخذ الحجره نجربها حتى هي لحقاش الحجره شويه رخيصه كاين اللي ما يقدرش مثلا يشري جيل ب 12 اورو تقدر تجي غاليه كل واحد كيفاش داير لهذا علاش لا كثر نجرب الحجره دايره 5 اورو الا كانت زوينه وهي اصلا كتبقى مده اطول من جيل زعما نهضر لكم عليه بالنسبه للبنات اللي ما يقدروش يشريو جيل يقدروا يشريو هذه الحجره هذه المهم ولا كاين اللي ما كيعجبوش جيل كيفضل الحجره المهم نجرب جوج الحاجات يعني شنو نوع ديال الصابونات من عند هاد لاماركه هذه باش نهضر عليهم جيل حاليا عجبني وان شاء الله غادي يكون فيديو خاص والصابونه ان شاء الله غني غادي سالي جيل غنبدا بها وكانوا عندهم يعني بزاف ديال النوع زعما ديال الحاجات اخرين انا خديت ديال العسل لانه العسل كما كتعرفوه مزيان مرطب وفيه بزاف ديال الفوائد اخرى وكما كتعرفوا هاد لاماركه البنات ديال ابي فيتا راه 99% يعني الحاجات اللي مصاوبين منها ناتوراليز نقرب عليكم باش تشوفوا لاماركه تبغوا تاخذوا شي حاجه من بريمور ها انتما عندهم واحد ستاند صغير ولكن فيه بزاف ديال الحاجات تقدروا ديروهم صراحه انا ملي جربت الجيل عجبني قلت ان شاء الله غادي نجرب حاجات اخرين من عند هاد ابي فيتا هذه نشوف كيفاش دايره واش مزيانه ولا لا واكيد دزت لاسميتو دزت لجهه الماكياج قلت غادي ناخذ هذيك القضيه اللي كيديروها تما في بريمور ديما ما كتكونش اونلاين كتكون في المحل كيديروا ديك ثلاثه في جوج خديت الهايلايتر خديت هذا ديال ويت ان ويلد ما عرفتش كنقولها مزيان ولا لا هذا سالا اللي تهرس ليا ديالي طاح ليا كان قرب يسالي وطاح منه داكشي كاع اللي بقى فيه وقلت غناخذ هذا وانا خديت هذا الريفيرونس هذه الفوقانيه كما كتشوفوا الا كنتو مهتمين ان شاء الله نجربه ونوريه لكم نقول لكم كيفاش كيجي ونيت في هذا البرومو ديال 3 في 2 خديت هذا وهذا بثلاثة وما خلصت الصباغة ديال 3.50 هادشي كلشي تقريبا دير الهايلايتر داير يمكن 4 اورو 3 اورو فاصلة 99 المهم موصلش 5 اورو خديت الماسكارا هاد المرة بالموف ديما كناخد الغوز ديال اسينس وخديت الموف باش نجربها ودير 3.95 الصباغه ديال 3.50 الصباغه ما خلصتهاش ما خلصتش الصباغه خديت ديال ريفلون خديت واحد اللون ماشي احمر سينو واحد الغوز على احمر واحد اللون زويون لهاد فاصل الرابع هذا كما كتعرفوا الصباغ تنستعملهم بزاف لاني كنحيد كنديرهم وكنمسحهم وداكشي كيساليو ليا دغيا وصافي وقلت نجرب هذا ديال ريفلون عندي واحد ولكن واحد لاكام اخرى كنخرجوها ماشي من هذا اصلا هذا اللي دايرني ديال ريفلون كتعجبني ديك اللمعه اللي فيهم لهذا قلت علاش لا نجرب هذا اللون هذا نشوف كيجي وهاد الكوليكسيون الجديده اللي خرجوا وهذا البنات بالنسبه للون ما عرفتش فين كيكونوا دايرين ريفيرونس باش نقول لكم اللون اللي خديت ما عرفتش البنات والله سمحوا لي سي ولي شوف شحال بلاتي 620 هاو النمره شوف قرب عليكم شوف هذا هو اللي خديت صراحه غزال واخر حاجه خديتها هذه ما داخلاش برومو لحقاش انا صحابلي في الاول داخله برومو ما كنتش نهز الصباغه نهز هذا وداكشي الاخر وهي تقول لي البنت راه الحاجات اللي كيكونوا بحال في الباك ما كيتحسبوش ديك البرومو 3 في 2 لهذا خصك تحيديه ولا لا بغيتي تاخذيه ابارت صافي قلت لها غناخذو لحقاش انا بخاطري يكون عندي شي عقرب هذا اللون هذا اللي يجي نيود على قهوي كيف ما كتشوفوا وهذا ديال 3.99 ومع 4.99 صراحه ما عقلتش اثمنه مي ما وصلش 5 اورو كيجي هو القلم ديالو وتا هادو سمعت عليهم كيهضروا عليهم مزيان هادو ديال ويت ان ويلد قلت علاش لا هاد لاماركه اللي خصني نجربها لانه سمعت عليها بزاف الناس كيهضروا عليها مزيان وصافي كيجي العقرب بحال هكا هما نيت ليكويد سي كندن عندك يكون ماشي مات سي مات حقريت المهم ها هو باش تشوفوه
وصافي البنات هادشي هو اللي خديت من هاد لي سولد هادو. دابا نوريكم صافي البنات هادو هما الشيء هادو هما الحوايج اللي تخديت من هاد لي سولد هادو. وصافي كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. نتمنى حاولت نديرو انا ودانيا صراحه، ولكن دانيا ما غادي تسمع والو ما تفهم والو لانها كتهضر كتبغي تشرح كلشي تهضر كلشي بحال ماماها، ولكن الا كنا جوج غادي ما تفهم والو. لهذا بارك عليكم حاليا غير ماما تولي تهضر ونخليها هي بلاصتي مره مره. يلا طلعوا فراسكم، السلام عليكم. كنتمنى هاد الهول فلوغ ديال اليوم عجبكم. بوسه كبيره، قولوا لي شنو هما المحلات اللي كتنصحوني بهم اللي كيكونوا فيهم لي سولد اللي كيكونوا فيهم هميزات، باش حتى البنات كلشي يعرف شنو كاين، شنو هما المحلات اللي فيهم 70% 80%، شنو هما الحاجات اللي خص الانسان يستغل الفرصه في هاد التخفيضات. المهم كل واحد يقول الاراء ديالو مع التخفيضات باش كلشي يستافد. يلا باي باي وبوسه كبيره.